تمريرة بعد ذلك للقهوي طويلة باتجاه عمر كنترول وكرة يا الله هذه مستحيلة يا عمر يا إلهي كريستيانو سوما نعم كريستيانو سوما يسجل التعادل للأهلي يا الله يا له من هذا أرقام عمر سوما في خمس مواسم ونحن في بداية السادس يوسف الحربي شارك مكان حسين المقهوي عمر سوما بدون إعلان في أول كرة يشارك فيها في أول لقطة يشارك فيها تأتي كرة ثابتة على وقت دخوله على وقت تغييره هل نشاهد لوكاس ليما أم عمر السومة هذا حكم المباراة عمر يطلب من الحارس بأن يتراجع إلى الخلف يتقدم عمر يتقدم عمر يا رب الكبار وحدهم يفهمون ما حدث يفهمون ما حدث لا يحتاجون إلى شرح الله على الهداف تتغير البطولة ولا يتغير البطل يتغير الهدف ولا يتغير الهداف يختلف الموسم ولا يختلف السوما الله على هدف من لمسة أولى من كرة ثابتة استقرت الله يا عمر هل دخلت من أجلها انظر كيف ذهبت انظر كيف استقرت الله على هدف يسجل عن طريق الهداف 3-1 عمر السومة من كرة ثابتة انظر على لمسة أولى انظر على نهاية على كرة على شباك عمر السومة لسه نتكلم عن الأرقام ما شاء الله